المرايه لسه مش نضيفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول يعني النهارده اول يوم العيد بجد كان في حوار حاصل يعني عن رمضان ولا ايه ولا العيد امتى ولا بتاع وحوارات فلكيه كده. في الاغلب مصر طلعت صح، هو القمر كان موجود وكان متحقق ان هو هلال يعني، على بال ما الوقت جه اللي نقدر نشوف فيه الهلال اللي هو بالليل يعني زي ما اللي احنا فيه دلوقتي، كان القمر نزل تحت الافق، فاصلا ما كانش محتمل ان احنا نشوفه ولا بعيننا ولا باجهزه ولا باي حاجه. فلكيا يعني بالدراسات هو كان موجود، بس هو فعليا ما كانش ينفع يتشاف يعني. السعوديه جنبنا، فالسعوديه بالتالي برضو لو هم حد زعم ان هو شافه فهو ما شافوش برضو. وانا ما اعرفش طبعا مين فينا اللي صح ولا المفروض اصلا مسموح في الشرع ناخدها بالطريقه الفلكيه ولازم نشوف، ولكن هو ده اللي حصل واحنا خدناها بالنظر وهم خدوها بالايه بالاي كلام تقريبا مش عارف يعني. بس انا قلبي مطمن ان احنا كده ماشيين صح الحمد لله. المهم انا رايح اصلي الفجر دلوقتي، لسه العيد ما بدأش والواحد بيحاول يواظب على اللي كان بيعمله في رمضان شوية ما يقطعش كده اول ما رمضان يقطع، وان احنا نقطع برضه يعني. صباح الخير. يلا يا حبيبه. انا في الفيديو اللي فات كنت قلت ان انا يعني بحب افرح بالعيد واكد فرحتي بالعيد وكده، بس انا فعليا انا عندي مشكله. انا في الاغلب انا ما بعرفش اصلا افرح بالعيد في الاغلب يعني الاجواء بتاعت العيد ومش عارف ايه والليله دي كلها بالنسبه لي ما يعني لما بشوف حد متحمس ما ببقاش فاهم هو ليه متحمس، ما ببقاش فاهم هو الجو بتاع العيد ده بالنسبه له ليه هو منتظره. انا بالنسبه لي مش عادي، هنروح نصلي وخلاص. Am I a real boy? No, Pinocchio. غالبا العيد بتبقى لوحدك، او هنا الناس اللي بتحب العيد ربما يكون ذكرياتها اللي هو بنروح واصحابنا ومش عارف ايه والجامع وبتاع والحوارات دي. فانا النهارده عند حماتي وهم يعني بيحبوا العيد يعني، ومتعودين كل سنه يصلوا في مسجد معين كده اسمه ابو زهره. فمراتي النهارده بتقول لي بص انا ما اعرفش انت ما بتعرفش تفرح ليه، بس سيب لي نفسك تجربتنا هتبسطك. فانا النهارده مستسلم تماما للتجربه بتاعتهم. مش عارف، ممكن حاسس ان انا هروح اعمل ريفيو للصلاه هناك ولا ايه، مش عارف الصراحه، بس انا مستسلم للسعاده النهارده. كل سنه وانتم طيبين. بسم الله. وانا راكب ورا كمان زي الاطفال، بقالي كتير قوي ما ركبتش ورا في عربيه. احمد الذهبي، ايه يا حبيبي؟ ايه مميزات الصلاه في المسجد السحري بتاعكم؟ ما بيني وبينك بيني وبينك ما ينفعش قدام. ده شعر النهارده صح؟ شعر العيد. بس يا عم ده ايه ده؟ معاك شتوكه؟ ما في مكان كبير كده بس يعني بس فان هو بيبقى في مساحه كبيره كده وفرشينها فرشين الارض يعني. هو المسجد اصلا عمري ما شفته. المسجد نفسه من جوه. انا عارف من جوه عامل ازاي ولا اي حاجه، بس هو بيبقى الشارع بيقفلوه بيبقى بقى ناس كتيره وكده، بس الصلاه بتبقى حلوه. ايه هو مميزات هو بالذات؟ انا ما اعرفش، بس احنا يعني عمرنا ما صلينا في حته غير، صلينا 3-4 مرات بس فاهم، في الحياه في حته تانيه يعني. الحوار ليه علاقه باللي انت اتعودت عليه؟ اتعودت عليه وهو نفسه حلو يعني. ما هو ايه اللي حلو الصلاه هناك؟ مش عارف بقى يعني، انا لو رحت حته ثانيه حاولت اتعود عليها برضه مش تعجبني زي ده. غير كده بقى في مصر الجديده بقى وكده. وزي ما اتفقنا يعني، زي ما انت قلت لي مش عندكم. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الاطفال ده اطفال الاطفال اللي تطلع تتكلم ده طبعا الله يوم بدل ما يعملوا على كام انت جيت هنا قبل كده المسجد ده جيت مره قلت مش هاجي هنا تاني طب سنه مؤكده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبيره السابعه بنقرا الفاتحه وما تيسر من ايات كتاب الله ونكمل الركعه بركوع وسجود استقيموا واستووا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يخلق وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك عامل ايه؟ ايه تمام؟ اسمك ايه؟ هتفضل شايف صوتك ايه رايك؟ ايه رايك في العيد بتاعنا؟ في منطقتنا ايه رايك؟ حلو حلو كويس اعتقد حوار السعاده ده او كده مش عارف ليه يعني في ناس ممكن اكون انا منهم بتحس انه انا ما بقولش ده صح بس انا بحاول احلل الحوار يعني انه الواحد ما ينفعش يبين الفرحه او الواحد ما ينفعش يفرح بشكل طفولي او اللي هو ده لو فرحت هيبقى شكلي عبيط مثلا او ما ينفعش اعترف ان انا مبسوط مش عارف بالظبط بس الحوار متعلق بشويه حوارات ملزقه كده في الحته دي يعني بس الفلوج ده عن ان انا ما بعرفش افرح قوي عن الايه؟ اه ليه بقى ليه؟ يعني بتحس عشان الدنيا سجن المؤمن بلاش نفاق يا ابني بلاش نفاق بس الجلابيه دي حلوه جدا الصراحه ما شاء الله جميله جدا الراجل ساعات بيحس انه الفرحه دي ضعف مثلا اه صح وتفاهه شويه قافش كده على طول اه مش عارف ليه يعني ما بحبش يعني ما بحبش اعترف بالانبساط بتحس بده اه ليه طيب مش عارف ليه لا لازم تفرح لازم تفرح عشان تعرف تكمل انت بتقول لهم ولا بتقول لنفسك ولا بتقول لي تذكركم ونفسي بتقوى الله يعني انت السنين اللي فاتت ايه يعني بعد 14 سنه اه ما بتفرحش بالعيد ليه عشان انت وانت طفل بتفرح لما عشان بيدوك اكياس فيها شوكولاتات ولعب بقى ورايحين العيد وبتاع يعني احنا لابسين نفس العيد ورايحين العيد السنين دي ببقى متضايق ان انا مش مبسوط ومش حاسس بالعيد دلوقتي بقى عديت المرحله دي مش مبسوط ومش متضايق ان انا مش يعني مش متضايق ان انت مش مبسوط بالظبط اه يعني انت متصالح مع نفسك ان عادي يعني مش حوار متصالح بس ايه بارد يعني ايوه مش لا مبالي لا مبالي بس انت عارف في حاجه لفتت نظري جدا يعني ان المفروض العيد ده عشان نفرح فيه واول حاجه بنعملها فيه هي الصلاه فهل ده معناه ان احنا كمسلمين يعني الصلاه دي المفروض تبقى سعاده بالنسبه لنا اه يا سعاده بتكلم جد هي لفته جميله منك بس انا بتكلم جد فعلا بجد والله يعني انا ما فكرتش كده قبل كده بس فعلا حاجه بس احنا مش كده احنا مش واصلين المرحله دي استغل الفرصه دي برضو عشان اتكلم على حاجه مضايقاني جدا انا بحب اتكلم على الحاجات اللي مضايقاني الصراحه انا مش عارف الحلقه الجديده بتاعت الناس اللي ايه اللي يعني اللي بتروح شايله الجنبين دول خالص وورا وعامله يعني مش عارف اسمها ايه عامله باراشوت كده فوق دماغها انا مش عارف الصراحه الحوار ده يعني مين اللي قال ان ده كول مين اللي قال ان دي حاجه روشه مين اللي قال ان دي شكلها حلو يا جدعان شكلها زفت ده ايه ده خالص بجد اه يعني شكلكم غلط خالص يعني ده مش روشنه نهائي فككم من شعري انا مش مسرحه ولا عامل فيه حاجه يعني فككم مني انا مش بحاول اقلد حد انا عندي ازمات في الوقت الحالي ده بس يعني القزع ده بيئه جدا والله شكله مقرف جدا وفوق كل ده لازم تبقوا عارفين ان ده حرام يعني ده اسمه قزع والقزع
حرام حرام. يعني لو انت بتعمل ده عشان تبقى شبه حد او علشان مثلا في مكان معين الدنيا ده بقى كول ولا كده. ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ محاولتك انك تبقى شبه حد، الحد ده فكسان. لو انت مش مقتنع بان ده شكل وحش جدا جدا، يعني انا مانع نفسي ان انا اقول كميه كلام مش قادر اقوله. في الشرع الحلقه دي حرام، ان انت تشيل خالص كده وبعد كده تسيب شعرك من فوق حرام. الشاب اللي كان في شاب في عربيته كده لازق فينا وانا بتكلم عن حوار القزع ده، فكان مركز جدا، ولما خلصنا قال انا كده طيب، يعني انا ولا ايه الكلام؟ هو مدرج شعره عادي، يعني الحلقه التقليديه العاديه خالص. فقلنا له لا يا شطان انت تمام. دلوقتي احنا بيت اهل مراتي، مش اهل مراتي، حماتي يعني اللي هو اللي قرايبهم هم بقى. يعني 2000 years later. طبعا انا بهزر، يعني مش قصدي يعني ان الدنيا بتبقى، يعني غالبا الواحد بيبقى يعني متربو بتاع، وبعدين لما بيروح بيلاقي القعدة احسن ممكن متخيل يعني. بس انا بتكلم عن الثيم العام بتاع رمضان والواحد بتاع العيد، قصدي لسه رمضان جوايا، اتمنى ذلك. يعني الثيم العام بتاع العيد ان الواحد غالبا ما بيعملش اللي هو عايزه، يعني على الاقل احنا تعودنا على كده. يعني اول يوم بتروح اللي مش عارف مين، وتاني يوم بتروح اللي ما عرفش مين وبتاع. فالعيد هو زيارة الاهل والاقارب وبس. يعني لما حد من صحابي بيقول لي ما تيجي ننزل في العيد، بحس ان ده انت ايه يا ابني، انت ملحد ولا ايه؟ مش طبعا. العيد تقريبا اول يوم خلص، العيشة لسه مدنة، انا رجعت البيت نمت تماما بقى. الصلاة كانت كويسة الصراحة، اليوم كان حلو، يعني احسن من مرات قبل كده صليتها، او يعني عيدات حضرتهم يعني. بس انا اعتقد ان الفكرة متعلقة بشكل رئيسي يعني بالروتينات. يعني مثلا لو انت ليك روتين معين بتعمله من انت صغير، حتى لو هو اصلا لما تيجي تراجعه هتلاقيه اصلا فكسان، او هتلاقيه رخم، او هتلاقيه ان هو عادي، المسجد ده مش مميز ولا حاجة، او الصلاة هنا مش مميزة، بس انا اتعودت عليها. فده اللي بيخلي العيد بتاعك مميز ليك. يعني يمكن عشان انا ما عنديش روتين مثلا من وانا صغير، فما بعرفش ريليت للناس اللي بتفرح او بتبقى متحمسة ليوم معين او كده. يمكن ده اللي فارق معايا. يعني شغل البودكاست الجاي يوم الحد الساعة في معاده، يعني الساعة 8 بإذن الله، مع أدهم الهمشري. هيبقى بودكاست جامد ومرح ومضحك. أدهم راجل بيسافر يعني لف في دول كتير قوي في العالم، فأنا متحمس له إن شاء الله. بس كده، شوفكم إن شاء الله في البودكاست أو في الفلوج الجاي، لسه مش عارف إيه مالك فيه. وكل سنة وأنتم طيبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت أسألكم، قولوا لي الروتينز بتاعتكم في العيد، اكتبوا لي الروتينز بتاعتكم في العيد. كل واحد كده لو عنده روتين من هو صغير مثلا ولا حاجة، حتى لو غريب، حتى لو مش منطقي، حتى لو اي كان، اكتبوه لي. انا حابب اشوف، حابب اطلع على الروتينز بتاعتكم. يعني سلام. احمد كان عايز يعني ايه يفرحني اكتر في العيد، فانا في حاجه انا عايزها من وانا صغير جدا، البتاع دي اللي تتشد وبعد كده بتطير لفوق. يعني في قصه حزينه، يعني في قصه حزينه البتاع دي من وانا صغير. كان وانا في المدرسه وانا في كندا، كان في كل فتره كده ناس بتيجي وبتدي الناس كتالوجات كده، والناس ايه بتقول اهاليها مثلا انا عايز اللعبه دي، فبيروحوا جايين مدين لهم اللعب، او يعني بيدوهم الفلوس عشان يشتروا اللعب. وبعد كده بعد شويه بيجوا بيحطوا اللعب في الايه، في الدواليب. كان عندنا لوكرز كده بنحط فيهم كتبنا وهدومنا وحاجات زي كده. فانا جيت في يوم لقيت العيال معاهم بتوع زي دول وبيطلعوا بيطيروهم وكده. فقلت لهم ايه ده وبتاعتي فين؟ قالوا لي روح افتح اللوكر بتاعك. فروحت فتحته وما لقيتش حاجه. شغل موسيقى حزينه. فمن ساعتها كل ما بشوف حاجه زي دي بزعل، ودي اول مره تجي. Unreal.
شغل لأي شكرا يا احمد. محمد وسال مش عارف بياكلوها بسرعه ليه الاخيره دي مش عارف. خلينا نحاول نقولها كده. وعلى ذري قول وعلى ذري وعلى ذريتي استنى لا قولها عادي. وعلى ذريتي سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. عادي الله عادي ايه المشكله ليه بتاع على ذريتي ليه يعني مش عارف. نسيت اقول لكم بمناسبه العيد الكورس بتاعي بتاع الفيلم ميكنج بعلم فيه مونتاج وتصوير وستوري تيلينج عليه خصم 500 جنيه. فلو انت مهتم الكورس هيبتدي ان شاء الله يوم 22/6. ادخل في الديسكريبشن هتلاقي التفاصيل بتاعت الكورس وهتلاقي الرقم اللي انت ممكن تكلمه عشان تحجز. يلا بينا.